السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قنواتي بي ان سبورتس، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. الحوار اليوم يتجدد في هذا القمه الكبيره، في هذا الاصطدام بين العملاقين، بين الكبيرين باريس سان جيرمان بايرن ميونخ. هنا الفرصه للحديث عن قيمه البايرن، عن نتائج البايرن. اقوى والهربة، امشي مبابي، ومبابي ومبابي ومبابي، مرة جانبية، أول كرة باريسية وأول انطلاقة للغزلات. مشاهدة كرام، باريس سان جيرمان حاضر اليوم بلعب باراديس، اللاعب الذي غاب في المباراة الأولى بسبب عقوبة الإيقاف شوطين بسبب الإرهاق والتعب. مبابي ينسلم مبابي، ولكن الراية ترفع. هنا الطاقم إيطالي ودانييلي أورساتو هو حكم الساحة. تتذكر هذه من الحلول الاستراتيجية بالنسبة للفريق البافاري. في الانتظار، ولكن المدافع يتدخل مرة أخرى. مهارات نيمار مع البداية، هنا التمويه من نيمار يكسب ضربه حره في هذه الاثناء. مشاهدي الكرام، شوف الاعاده، كومان في الاستلام، حط لتشوبو وغصاني ساري صاني، مرة رصاني ممتازه كومان، وجد فيها اللعبه كومان، والكره خطيره. توماس مولير في عملية الصعود يتحول في كثير من الأحيان إلى مهاجم ثاني إلى جانب اللاعب تشوبو موتينغ. هذه الصورة ستتكرر. مبابي مرة، مبابي مرة، مبابي مرة، خطيرة، جول. الدفاع يدخل فيها راية وفيها تسلل وفيها ضربة حرة غير مباشرة لفائدة الجناح الطائر كومان. ديفيس، ديفيس يفقد توازنه. دي ماريا في خطأ، نعم، في مخالفة، كان تدخل من طرف اللاعب ديفيس الذي دخل. شي كومان يمرر، خطيرة، جولا. يمرر دي ماريا، دي ماريا على لابا، لابا يغير تماما من الجيري من ناحيه توماس، وعبد كومان، وكومان يدخل، كومان يراوغ، كومان مره، كومان والركنيه، نعم الركنيه، نعم. ضاق باك في المتابعه مع دانيلو بيريرا، شوف الاعاده، المراوغه من كومان بيدلك الضغط كله على ضاق باك، تلعب هذه الركنيه. ومبابي من الجميع كذلك الكرات العاليه اللي ران عليها البايرن، وهذه عرضيه اليسرى توماس مولير. توماس، يا توماس، يا توماس، كذلك بالحيان المفروض انه يخرج بين مدينه قصاني، وصاني، جول. يا صاني، يا صاني، يا صاني، التحضير من اروع ما يكون من تشوبو موتينغ الباريسي لمن يواكب مسيره الباريسي، بينما كره فرصه. يا كيميش، كيميش مره اخرى كما كان الحال بالنسبه لصاني. وضعية ممتازة والرؤية رائعة، وكيميش يخطئ. ورايا دي ماريا، دي ماريا في وضعية تسلل، نعم، كان متقدم مبابي، كان متقدم مبابي في هذه اللقطة، لكن مهارة شفناها من دي ماريا. متهمة بعد متهمة في عملية نقل الكرة من عناصر نيمار، نيمار في عملية الدخول، نيمار، 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 نوير، أخرى يرجع البال في الاستلام، ألابا في الصعود، التغطية بعد ذلك والكرة الأولى الفردية، واحد ضد واحد متفوقين، تلعب هذه الركنية ونباص، ونيمار مراوغة ممتازة، نيمار يدخل، ونيمار، أوه يا حدك يا نيمار، خطورة كبيرة على دفاعات البايرن، مرت، مرت بعيدة، بواحد ضد واحد، مبابي مع بواتينغ، مبابي، مبابي، مبابي مرر فرصة. سجل مرة أخرى بعد مباراة الذهاب. ضاق مبابي، مبابي، مرة جانبية، مرة جانبية، والحكم ماذا يقول في هذه اللحظات؟ خاصة مع الهدف الأول، انطلاقة ممكنة، تسديدة ممكن، تسديدة، هي نافاس، نافاس يمنع هدفا ثاني. ضاق لابا باليسرى قوية، ويمشي صاني، 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 خطيرة.
دانيلو بيريرا، هنا زالت الفرصة مرة جانبية، بدأها قويا البافاري، بدأها سريعا البافاري. آر يبقي ضغط باراديس يلعب السيرة ممتاز، ونيمار بعيدة، نيمار يلعب على جهة اليمنى على العرضية، ركنية فعلا، ركنية أولى للبايرن مع بداية الشوط الثاني، واحدة للبايرن وواحدة والرأسية في خطأ. نعم كم يتدخل، أبرز كرة كانت من جانب دافيد ألافا، التسديدة الماضية حارس أنه يخرج أمام نيمار وأمام بايبي ويقطع كرات بينما تسديدة بعيد، هنا دي ماريا، دي ماريا، لا 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 غير مابي. مرة أخرى الكرة تمشي للركنية، الكرة تمشي للركنية، نيمار لم تزا، دي ماريا في الانتظار، دي ماريا يحصلها، دي ماريا يحتاج إلى هدف آخر، هنا كومان يرفع كرة على القائمة الثانية، يعني اللي يعتمد على الجهة اليمنى بعد التغيير. يا نافاس، يا نافاس، بعد خطأ من كيبيبي نافاس يوقد الموقف أمام اللاعب توماس مولير، التمرير البيني الرائع من صانية، يا سلام، هنا كرة ترفع والرأسية ممكن، فيها خطأ، نعم فيها خطأ، تشوبو أموتينغ، تساءلت الآن دراكسلير هل يمر واحد ضد واحد، اختار المراوغة العرضية وحده وكومانو، نيمار في الاستلام، نيمار اختفى نيمار في الخمس دقائق الماضية، لم يظهر كما ظهر في الشوط الأول وبداية الجولة الثانية. كين صانية ليرفع كرة، صانية وكين بيبي، ضاج كين، انطلق كين توغل كين، مرة كين، وين يا كين، وين يا كين، اللاعب البديل لم يستفيد من هذه، بابي طرقا كيميش يرفع، كيميش هنا باص، خطأ، نعم الخطأ كان موجودا، وضربة حرة لفائدة نادي باريس سان جيرمان، كان في خطأ، نعم في اللقطة الماضية، كيرساني وباكيرساني، مراوغة ساني، مرة جانبية، غير محظوظ ساني، يا سلام على المرور والمهارة والمراوغة من ساني، المراوغة، كوما لا زال يبحث عن التسديد، مش يحاول، كيميش يمر، كيميش يرفع كورة، ونافاس هي المتابعة، الكورة مبابي، مشى للكورة مبابي، مشى للكورة، ونيمار، ونوير في نهاية المطاف يبعد الكورة إلى التماس، سيرفع كورة ساني، ونافاس يترك مباشرة إلى ضربة مرمى، نيمار، ونيمار ومبابي، ونيمار ومبابي، ونيمار، يا نيمار في كرة الخلاص، كان عندك مبابي ولكن نيمار مشى لوحده. جدا المفروض اعمل ايه بعد ما بتنظفي وشك وكده؟ بتحتاجي ان انتي بقى ترطبيه وتحسسيه وتدلعيه كده ان هو خلاص بقى يرتاح من ارهاق وتراب وحاجات طول اليوم، تمام؟ الكلام ده طبعا لو انت مثلا راجعه من يوم طويل او كده، بس طبعا الروتين ده بيتعمل كل يوم، حتى لو مش بتحطي ميك اب لازم تمسحي برضو بمناديل مبلله او بمزيل ميك اب وقطنه، فدي حاجه يعني.